ما يحلى الثمر إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وبالإنشاد الديني. هي إنه الإنشاد الديني من عناصر المتعة الحلال. الحب الصادق يجمعنا. بيخلينا نقرب من ربنا. سهرات فنية خفيفة مع المذيع محمد سعيد، تتناول الفن الهادف من الأناشيد وبعض فنونها ومدارسها واختلاف أساليبها في العالم العربي والإسلامي. ليالي السمر تشاهدونها طيلة أيام عيد الفطر الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.